هكذا هم أهل التقوى. لا نريد أن تكون أو أن نفهم كما يفهم الكثير من الناس أن التقوى هي درجة لا يمكن أن يصل إليها إلا فئة من المؤمنين. التقوى هي في قلوب الناس، في قلوب المسلمين عامة، ويختلف معيارها أو ميزانها من قلب إلى قلب بحسب حاله. نريد أن يقوى، أن تقوى التقوى في نفوس المسلمين لتكون موجودة وحاضرة في كل شيء، حتى في العمل والوظيفة. يسألني أحد الإخوة يقول: يا شيخ ما رأيك لو وأنا جالس في الوظيفة الصباح أستثمر وأستغل بعض الأوقات في قراءة القرآن؟ فأقول: في عملك؟ يقول: نعم. في وظيفتك؟ نعم. المعاملات؟ قال: يعني أتحين بعض الفرص. لا يا أخي، معاملات الناس موجودة، التقوى فيها، القرب والصدقة والعمل والأجر فيها، قم بمعاملاتك، قم بخدمة الناس، سهل الأمر للناس، فإنه باب من أعظم أبواب الأجر إن كنت تريد فعلا الأجر. فإن تيسر لك الوقت ولم يصبح لديك عمل ووجدت أنك فارغا، فلا بأس أن تقرأ القرآن أو أن تعمل ما تشاء، لكن نريد أن يكون هذا الأمر واضح عند المسلمين حقيقة في معنى التقوى، حتى نعيش جمال الإسلام وروعة الإسلام. قصة الفتاة المشهورة المعروفة بائعة اللبن، تلك الفتاة الصغيرة التي قالت لها أمها في زمن عمر بن الخطاب وعمر يسمع: يا بني أمزجت اللبن بالماء؟ لماذا؟ كما هو حال كثير من الناس اليوم في قضية الغش في البيع والشراء. لو كانت التقوى موجودة والإيمان في القلب موجود ما كان أبداً يفكر، بل على العكس تماماً كان يحرص كل الحرص أن ينفع هذا المسلم وأن يوضح له الأمر وأن لا يغشه أبداً. وهكذا انتشر الإسلام، هكذا انتشر الإسلام في أندونيسيا وشرق آسيا وجزر المالديف وجزر القمر وغيرها. فأين من ينادي من البابا أو الماما في قضية أن الإسلام انتشر بحد السيف؟ بل انتشر الإسلام بأخلاق المسلمين الصادقين، لم يكونوا دعاة للإسلام، إنما كانوا تجارا مسلمين، لكنهم تجار بحق. فرأى الناس صدقهم، رأى الناس أمانتهم، رأى الناس أحوالهم، فأعجبوا بأخلاقهم ومعاملتهم وصدقهم، فسألوا فعلموا أنهم مسلمين، فسألوا عن الإسلام فدخلوا في الإسلام أفواجا. هكذا دخل الناس في دين الله. وإذا أحجم الناس في زمن عن الدخول في الإسلام فلنراجع أنفسنا في أخلاقياتنا وتصرفاتنا، هل فعلا أوصلنا رسالة الإسلام من خلال التعاون، من خلال الذهاب والإياب والسفر للمسلمين، بل من خلال التعاون بيننا نحن؟ ما هو حال مجتمعاتنا؟ فإذا الأم تقول: أمزجت اللبن بالماء؟ فيتحرك قلب تلك الفتاة الصغيرة التي تربى على تقوى الله، فتقول لأمها: يا أما، أو ما علمت أن عمر أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ صدر قرار من ولي الأمر أن لا يمزج اللبن بالماء لأنه كثر في ذلك الوقت الغش فيه. أو ما علمت أن عمر أمير المؤمنين نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ فإذا بالأم تقول، ولاحظ حال الناس، حال تلك الأم في تلك اللحظات حال الكثير من الناس اليوم. وما يدري عمر بنا الآن؟ ما يدري ولي الأمر بنا؟ ما يدري الشرط بنا؟ ما يدري الناس بنا؟ نستطيع أن نختفي ونستطيع أن نخفي الكثير من الأعمال ونعملها ولا يدري أحد عنا، كما أنه في نهار رمضان تستطيع أن تختفي في أي مكان فتأكل وتشرب كيفما شئت. من الذي يمنعك؟ من الذي يردك عن الأكل والشرب؟ يعني تستشعر رقابة الله في رمضان، تحرص على صيامك حرصا شديدا. نريد أن يكون هذا الحرص في كثير من حياتنا وتعاملاتنا. أو ما علمت يا أمة أن أمير المؤمنين عمر نهى أن يمزج اللبن بالماء؟ فتقول الأم: ما يدري عمر بنا الآن؟ فتقول البنية التي تربى قلبها على تقوى الله: إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا.